هل يمكن اعتقال الرئيس بوتين فعلاً بعد تعميم المذكرة على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية؟ الدول التي ليست عضواً بالمحكمة غير ملزمة بقراراتها، لكن يحق لنا الطلب من أي دولة عضو اعتقال بوتين. تحركات الرئيس بوتين باتت محدودة بسبب العقوبات الجديدة. منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا سافر بوتين إلى 8 دول، منها 7 كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق. بوتين لن يغامر بالسفر إلى أي دولة ترغب في تقديمه إلى المحكمة الجنائية، إلا أن زياراته إلى حلفائه الإقليميين في الصين وإيران لن تشكل خطراً عليه، كما أنه لن يواجه أي خطر داخل روسيا كونه يتمتع بالسلطة المطلقة.